المعمولية دي بتعزيز الوعي بسرطان الكلى. وأهمية الكشف المبكر وباتت إمارات الدولة تستقبل الفرسان لم نتفق. وهذا هو الشعار الذي سنرفعه والمزيد من الدعم الإعلامي. فلم ننتهي ولم تنتهي المسيرة، وستتواصل بفضل دعمكم وتعاونكم جميعا. الأخوة والأخوات، عقد كامل مضى منذ انطلاق هذه الحملة، عقد كامل من التحسين والإبداع والابتكار. العيادات الثالثة سوف نكون في إماط الشارقة الحبيبة، سنكون في واجهة المجازر المائية، طوين مول، الفجيرة، الفجيرة مول، راس الخيمة، في منار مول، وأخيرا في أبو ظبي. نتجاوز دور هذه الحملة وتصبح رسالة إنسانية. كلنا اليوم نعيد مناصبة رسالة القارة. في الختام لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته على دعمهم اللامحدود للمسيرة.